يعرف النفط الصافي بأنه نوع من النفط الخفيف ينتج من صخور تحتوي على ترسبات مادة الكيروسين، بعد أن يتم تحويلها بالحرارة إلى سائل هيدروكربوني بديلاً للنفط الخام. تعود جذور ظهور النفط الصخري بحسب مقال لخبير بترول العراقي وليد الخوري في هذا طبعا منشور في جريدة الحياة اللبنانية إلى أربعينات القرن الماضي، حيث كان الجيولوجيون في الولايات المتحدة الأمريكية على دراية بتوافر احتياطيات ضخمة من البترول محصورة في الصخور، لكن لم تنطلق الصناعة بحجمها الحالي إلا عندما تم دمج تقنيتين حديثتين، الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. وأدى الدمج الذي أخذ يعرف بتقنية الفايكينج أو تكسير الصخور بالماء لفتح مساماتها إلى بروز ثورة جديدة في عالم الحفر البترولي خلال السنوات الثماني الماضية، وجعل الولايات المتحدة دولة بترولية كبرى. في شهر يناير من العام الماضي قامت الحكومة برفع أسعار البنزين بنسبة 60% للنوع الممتاز بنسبة 56% للنوع الجيد، مما سبب صدمة مجتمعية تعاطى معها الناس بردود فعل ساخرة تشبه تلك التي تتواجد لدى شعوب دول عربية فقيرة الموارد مثل مصر ولبنان والمغرب. الحضور الكريم في هذه الندوة سيتحدث عضو اللجنة المركزية والأمين العام السابق لجمعية وعد الأستاذ إبراهيم شريف عن النفط الصخري وأثره على الدول النفطية، وذلك من خلال 4 محاور رئيسية: أولاً تعريف النفط الصخري، 2 عوامل سببت الثورة النفطية، وراح يعبر طبعاً إلى موضوع التكنولوجيا المتبعة في الحفر والاستخراج، و4 راح يتكلم عن نتائج الثورة على إنتاج أمريكا النفطي. الأستاذ إبراهيم شريف لك المنصة، 40 دقيقة، تفضل. مساء الخير جميعا. موضوع النفط الصخري أصبح مهم جدا منذ عن كثيرين يمكن ما كانوا منتبهين له منذ انهارت أسعار النفط في نهاية 2014. في أحد الأصدقاء أهداني كتاب في أثناء مكوثي في السجن يتحدث عن بدايات الثورة النفطية الصخرية، وكان أساساً يحكي قصص 4 أو 5 شخصيات من بينهم شخصية عربية ذات أصول عربية، بس الشخصيات المهمة كانت واحد من تكساس اسمه ميتشل بدأ العملية. نستعرض الآن لكم هذه الندوة تحاول الإجابة على مجموعة من التساؤلات: ما هو النفط الصخري؟ أين يوجد؟ ما هي التطورات؟ إذا كان من زمان موجود شنو اللي خلاه الآن يطلع يبرز على السطح؟ ما هي التطورات التكنولوجية التي ساهمت في صعوده؟ شنو اقتصادياته اللي مكنت الولايات المتحدة من منافسة السعودية وروسيا في إنتاج النفط؟ أمريكا كانت أكبر منتج للنفط إلى الستينات بداية السبعينات، بعد ذلك بدأ ينحدر إنتاج النفط، حقولها قديمة جداً تنتج من حوالي بعضها كانت أكثر من 100 سنة، وبالتالي بدأ انحدار سريع للنفط في الولايات المتحدة في السبعينات وحلت محل السعودية ودول أخرى من الأوبك، وبعد ذلك روسيا أيضاً نافست على المركز الأول. فشنه اللي مكن أمريكا من منافسة السعودية وروسيا في السنوات الأخيرة، وما هو تأثير هذه على الولايات المتحدة، على اقتصاديات، على أسعار النفط وعلى اقتصاديات دول النفط في المدى القصير والمتوسط والبعيد؟ خلينا نشوف النفط الصخري بسرعة. نفط ينتج من تكوينات صخرية رسوبية مثل صخور رسوبية موجودة، الجير ماجير كلها صخور رسوبية مترسبة مواد عضوية إلى آخره، ترسب وتنطمر في الأرض وينضغط وكذا، وتحوي في المواد العضوية اللي موجودة تحول إلى نوع من النفط. لكن الصخور النفط الصخري موجود ضمن مجموعة من الصخور الرسوبية نسميها هذه صخور فيها فجوات صغيرة جداً لا تبين بالعين المجردة، هي اللي تحتوي نفط أو غاز،
تكون، يعني تصور طبقات صخرية في داخلها فجوات صغيرة جدا هي اللي تحتوي هذا نفط أو غاز. هذه تحتاج إلى تقنيات خاصة، لأنه مشكلة أن الطبقة الصخرية تحفر لها تضرب ما تستطيع تطلع النفط والغاز، لأن الفجوات غير متصلة مع بعضها بعض، فأنت لازم تحدث اختراق فيها الفجوات بحيث أنها تخليها تتصل مع بعضها بعض. نقول إحنا low permeability، يعني نفاذية محدودة وبالتالي ما تتطلع. لذلك كان قبل يطرحون يضربون، يعرفون في آيل يعرفون، بس ما يطلع منهم لكمية ضئيلة جدا غير مجدية اقتصاديا. إذا هو معروف من زمن طويل وجود هالصخور تحتوي على النفط والغاز. يعتبرون من مصادر غير التقليدية الصعبة. إحنا نقول في النفط للتبسيط، مصادر تقليدية هي النفط العادي اللي إحنا في البحرين وفي الخليج اللي موجود، والنفط غير التقليدي هو عادة صعب استخراجه، مثل موجود في النفط الصخري، في أيضا في نفط رملي موجود في ولاية ألبرتا وموجود في فنزويلا بكميات كبيرة. ألبرتا الآن تنتج كم من مليون برميل، يعني نفط موجود في رمل، يعني الرمل مخلوط بنفط، لازم يطلعون النفط من الرمل، ففي عملية طويلة ومؤذية للبيئة أيضا تحدث فيها العملية هذه. فهذه نسميهم نفط غير تقليدي، أحيانا نسميهم تايت أو نفط صعب موجود في مكامن صعبة استخراجها منها. ولاية المتحدة تشهد ثورة تكنولوجية أدت لخفض كلفة إنتاجه وتخطيه كمية الإنتاج الخام التقليدي. الآن في أمريكا تنتج 4.5 مليون 5 مليون برميل نفط صخري مقابل حوالي 3 مليون 3.5 مليون برميل نفط عادي، وقاعد ينزل النفط العادي في الولايات المتحدة. وهناك دول أخرى موجودة احتياطيات لكن ما تم فيها استخراج، بعض الدول فيها تجارب، فيها بعض الدول اللي عندها مكامن نفطية صخرية كبيرة نسبيا، روسيا الصين الأرجنتين، موجودة في بعض الدول العربية أيضا، الجزائر إيران تقول عندي، السعودية تقول عندي، ليبيا طبعا عندها، فموجود في العالم. البعض يقدر بأن كمية النفط الصخري في العالم تساوي كمية النفط العادي في العالم، ولكن حتى الآن الجزء اللي قابل الاستخراج بكلفة معقولة محدود نسبيا. هذه حقول النفط والغاز الصخري في أمريكا. بعض الحقول، خلينا نقول النفط أولا اكتشف، الغاز الحقل التجارب صار في هالمنطقة، هذه في منطقة بارنيت في شمال تكساس بدأت عملية تجارب، قلنا لكم هذه ميتشل بدأ عملية تجارب وحاول سنوات طويلة، يعني ما عيز الريال، شركات النفط الكبيرة ما دخلت في هذا المجال، ما في جدوى اقتصادية، شركات النفط الصغيرة نسميها والمتوسطة اللي نسميهم اندبندنت، شركات المستقلة، هاي أساميهم ما نعرف إحنا هني، هذه هي اللي حاولت تلعب هاللعبة، هذه لعبة النفط. إذن التطور التكنولوجي أساساً تطبيق التكنولوجيا بالأحرى على قطاع النفط بهذا الشكل، الشركات الصغيرة هي اللي كانت رائدة فيه. حاولوا هناك وجدوا في شمال بيكن اللي هو داكوتا، نورث داكوتا، شمال داكوتا قرب الحدود هذه، والآن أكبر مواقع موجودة بيكن، موقعين موجودين كبار في تكساس، إيجل فورد وبيرميان موجودة، وموجود اللي على جهة اليمين في منطقة بنسلفانيا ونيويورك مرسيلوس، هذه ينتج غاز بالدرجة الأولى. هذه الحقول الكبيرة اللي موجودة، لاحظوا أحجامها، أمريكا ترى 10 مليون يعني كيلومتر مربع، فحجم بعض الحقول حجمها بمئات الألوف من الكيلومترات المربعة، حجم الحقل اللي موجود فيه. الحقول هذه غالبا تكون عميقة، يمكن حوالي 10,000 قدم، يعني الحقول النفط العادية يمكن كم من 1,000 قدم، هذه بتكون 10,000 قدم في العادة. النفط والغاز الصخري في عناوين الأخبار هذه بسرعة، السنوات الأخيرة دائما نشوف، هاي عنوان وول ستريت جورنال يقول وول ستريت كاش بامبس أب أويل برودكشن إيفن أز برايسز ساج، يعني الفلوس بعد تروح للحين تتجه للاستثمار، وهاي بنيله شنو صاير، شركات قاعد تخسر رغم ذلك في فلوس قاعد تدخل في قطاع النفط الصخري. هذا عنوان في وول ستريت جورنال، أهم صحيفة اقتصادية في أمريكا. هذه واحد كان راكب ثور من النفط في جريء في الإيكونوميست يقول أمريكا شيل فيرم، هاي سنة عناوين، do not give a frack about financial returns،
يعني مو مهتمين، الناس مستثمرين قاعد يستثمرون ولا ينتظرون العائد اليوم، وهذا ميزة في في أمريكا موجودة في قطاع التكنولوجيا بشكل عام. يعتبر بعض المستثمرين أنه اللعبة في قطاع النفط هي لعبة تكنولوجية بالدرجة الأولى، وبالتالي مستعد ينطر على الفترة الطويلة، مثل ما يسوونها في شركات الإنترنت، يستثمر الحين والشركة تخسر والسنة الجاية تخسر أكثر ويحط فلوس، والسنة اللي عقبها تخسر أكثر يحط فلوس، على أمل أنه مع الوقت الشركة تحسن تكنولوجيا مالها بحيث أنها تنقلب الخسائر إلى أرباح كبيرة جدا. فهذا اللي يحدث. هذه أرامكو تحكي، أرامكو تحدث عن يتجه للنفط الصخري لمضاعفة إنتاج المملكة، طبعا هذه شوي فيه قدر كبير من الدعاية. International Energy Agency وكالة الطاقة الدولية تقول global gas demand rising to 2002 as US drives market transformation. الطلب على الغاز يرتفع، لأنه إحنا ما نتكلم الآن، بتكلم أنا بقول كلمة النفط، لكن فعليا هو في نفط في نفس الصخور النفطية، ممكن يكون في صخور تنتج غاز أو ممكن تنتج نفط. أنا بستخدم كلمة نفط أكثر في استخداماتي، لأن هي اللي تأثر على الأسعار اللي موجودة عندنا إحنا. هذه مثلا، هذه هو نوع الصخور اللي موجودة، لو تجي بتجمعهم وتحطهم وممكن تولع فيهم كبريت، يمكن يبدو أنه ممكن أنه يتولع، موجود فيه، لأنه قلنا داخله موجود فيه، يمكن مو كبريت يسوي له نار، ممكن تستوي نار منه. هذا هو شكل من أشكال الصخور اللي موجودة، هاي يعني ثمبل حق إنه ممكن تطلع منها آيل. هذا هو الصخر اللي في داخل فجوات صغيرة، قلنا ما تطلع الفجوات، ما تطلع برا على الآيل، عشان تطلع يبي لنا عملية نسميها فراكينج، هو التكسير الصخري المائي، بنشوفه في بعد شوية. ثورة تكنولوجية في مجال إنتاج النفط والغاز الآن، هذا موجود من زمان يعرفون عنه، ما قدروا ينتجون منه شيء. شنو صار خلال خلينا نقول العقدين الثلاث الماضيين في موضوع التكنولوجيا النفط، هي قطاع النفط، بحيث انه يصير انتاج تكنولوجيا المسح الزلزالي. انا فقط بقول ثلاث من التكنولوجيات، لان كل التكنولوجيات اللي انا بقول لها مرتبطه بتطور تكنولوجيا هامه، وهو الانفورميشن تكنولوجي، الكمبيوترات، الحواسيب القويه، كل هذه ادت الى ان بامكانك تسوي اشياء ما كنت ممكن تسويها قبل، ان عندك عقل الكتروني يقدر يسويها الان. عوامل الثوره التكنولوجيه النفطيه، النفط الصخري معروف، قلنا ارتفاع اسعار العقد الماضي، لما ارتفعت الاسعار قالوا تعالوا يا جماعه، اذا كان قبل ما نقدر نستخرج لانه غالي، الان السعر فوق $100، نقدر نستخرجه $100، اقل من $100 معناها نقدر نستخرجه، فهذه حفز السعر، ارتفاعه حفز سرعه تطوير التكنولوجيا. وفي ثلاث ثورات تكنولوجيه بتحدث عنها بسرعه. تكنولوجيا المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، هي خليت خفاش وفراش، شلون الخفاش لما يطير يقدر يصيد لأي حشرة في الطريق ويلتهمها، يطرش سونار، يطرش صوت، موجات صوتية. المسح الزلزالي هو عبارة عن موجات صوتية، يقوم على مبدأ الطرق الزلزالية للمسح، على كون الموجات المرنة تنتقل بسرعة مختلفة في الصخور مختلفة. يعني إذا سويت موجة مثل في الجسم، لما يسوون موجة حق حامل أو واحد عنده مرض أو إلى آخره، الموجات تنتقل في الشحم غير عن اللحم، غير عن الماء، غير عن الدم، ونفس الشيء في الصخر الرسوبي، غير عن الرمل إلى آخره. ومنها من هالموجات يقدرون يرسمون شنو عندي تحت من خلال العاكس، الموجة تروح وترجع، ويحسبون كثر ترجع، متى ترجع إلى آخره، يحسبون التفاصيل مال هذه. يتم توليد موجات عند نقطة معينة، ثم قياس زمن وصول الطاقة المنعكسة. طرق تستخدم لإحداث، يعني شلون تصدر موجات، الطريقة القديمة المعتادة، فجر فوق، سوي لك ديناميت صغير فوق وفجره، وخلك مجسات موزعة، تراك كبير ويركبون منه مجسات، والتراك فيه كمبيوتر وواحد قاعد يستقبل الردات، ارتدادات الصوتية، ومن الارتدادات الصوتية الكمبيوتر يقوم يحلل، يقول لك الطبقات الأرضية، ويعرفونهم الجيولوجيين هالنوع من الطبقة ما فيها، هالنوع من الطبقة فيه احتمال، هالنوع من الطبقة فيه احتمال عالي، هذه هو اللي يصير. طيب المسح الزلزالي قديم، موجود من عشرات السنين، لكن طلع شيء عندنا احنا تطور بالذات يعني خلال 30 سنة الماضية، نسميه المسح ثلاثي الأبعاد 3D. شو الفرق بين المسح الزلزالي والمسح هذه احنا قلنا ايه، هنا تفجير مثل ما تشوفون، يفجر ويحط مجسات، والتراك قاعد هناك في الكمبيوتر ويشتغل يحلل المعلومات.
شو الفرق بين المسح الثنائي والثلاثي؟ مثل الفرق بين الاكس راي والام ار اي. ليش احنا نروح حق ام ار اي؟ اكس راي احيانا يفيد، بس احيانا الاكس راي ما يعطينا معلومه كافيه، نروح حق ام ار اي او سيتي سكان لانه يعطينا تفاصيل، الام ار اي يعطينا ثلاثي الابعاد. نفس الشيء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد بالنسبه للمسح الزلزالي العادي. اذا هذا التطور من ثنائي الابعاد يعطيك بس شيته كانه، الى ثلاثي الابعاد يعطيك كانه قطعه كامله كله يعطيك اياها بتعرجاته. هذه مثل ما تشوفونها، هذه ثنائي الابعاد يعطيك بس كانه شيته، هذاك لا يعطيك كامل المنطقه يمسحها لك. اذا هذا هو. طيب تكنولوجيا ثانيه هي تكنولوجيا الحفر الافقي. دريل عندنا يحفر ما يروح تحت بس، يروح تحت ويلف. شلون يلف؟ هذه تطور كبير في مجال التكنولوجيا حدث. الحفر العمودي سيده يحفر فوق، احنا نعرف حفر عمودي، انت لو عندك دريل تحفر في الطوفه تحفر سيده، ما في دريل، في دريل بس ما موجود عندنا، ما في دريل يحفر يمين روح سيده وعقب روح يمين وعقب روح يسار على كيفك. اوكي، هذا تم تطويره بحيث انه يكون عندك دريل يدخل في داخل الارض وعقب يلف يمين يلف يسار عقب يلف يمين وعقب يرجع فوق بعد كان تبيه. فموجود هذا، التكنولوجيا تطورت ايضا خلال نسميها دايركشنال دريلينج، الحفر الموجه. وجزء من الحفر حفر موجه، يعني ما تروح سيده، تروح شوي كذي مايل بس. عقب طور الحفر الموجه الى صار لا يروح مايل عقب يروح افقي، فصار الحفر المايل هو الحفر الافقي، هو شكل من اشكال حفر المائل المتطور. اذا صرنا نروح بزوايا. ميزته هذه ان انت اذا عندك نفط موجود، انت منطقه هني مثلا مأهوله، هني تبي تحفر تحت المنطقه المأهوله في البير مالك، ما تقدر تحفر فوق، تقدر تحفر فيه وتروح يسار او يمين عندك فوق. تقدر، او تقدر هني مثلا ما تبي وايد تسوي حفر، تسوي حفره واحده ومنها تتشعب، واحده على اليمين واحده على اليسار، وتروح من منصه واحده تقدر تروح عدة اتجاهات وتغطي مسافات طويله من الارض، خصوصا اذا كان الارض لما تحفر ما يطلع منه بترول وايد، لازم تروح يمين ويسار عشان تدور على البترول او الغاز الاضافي، تحتاج انه يلف البيب مالك يلف المنطقه هذه. فتطورات عديده ساهمت في العقود الاخيره بجلسات الاستشعار، انظمه تحديد مواقع الجي بي اس، كلها ساهمت انه وين يروح بالضبط جهاز الحفر الدريل بيت، راس الحفر في المنطقه هذه، بحيث انه يحفر لك بالمنطقه بالضبط اللي تبيه حسب المسح الزلزالي يبين لك بالضبط في هالمنطقه، في هذاك الموقع لازم يروح. فكل التطورات التكنولوجيه جي بي اس وغيرها ساهمت في انك تروح بالضبط في المحل، وبالتالي ما يصير عندك اخفاق كبير، تروح محل غلط وتخسر كل استثمارك لان انت وجهت البيت في محل غلط. الان اصبح ممكن توجه البيت بالضبط في المحل اللي تبيه، بحيث انه احتمال الخطا جدا محدوده وغير موجود. اصبح بالامكان المنصه حفر واحده حفر ابار عميقه بزوايا مختلفه. انا بشغل لكم فيديو لان هذه القسم الخاص بالحفر الافقي، وايضا القسم الخاص اللي عقب شوي اللي هو التكسير المائي. Let's take a look at the horizontal drilling and stimulation processes that have made shale exploration so successful. A drill bit is mounted on the end of the drill pipe. As the bit grinds away, a mixture of water and additives called mud is pumped into the hole to cool the bit and flush the cuttings to the surface. The mud also cakes on the walls of the wellbore, keeping it intact. Similar to a vertical well, the hole is drilled to just under the deepest fresh water near the surface. The drill pipe and bit are then removed. Surface casing is inserted into the drilled hole to isolate the fresh water zone and also serves as a foundation for the blowout preventer, a safety device that connects the rig to the wellbore.
Then, cement is pumped down the casing and out through the opening of the shoe at the bottom of the casing. It is then forced up between the casing and the hole, sealing off the wellbore from the fresh water. The cementing process prevents contamination of the freshwater aquifers. The pipe and bit are lowered back down the hole to drill through the plug and cement and continue the vertical section of the well to approximately 500 feet above the planned horizontal leg. This depth is called the kickoff point, where the curve will begin so the horizontal section can be drilled. Up to this point, the process is the same as drilling a vertical well. Again, the pipe and bit are pulled out of the hole and a downhole drilling motor with measurement while drilling instruments is lowered back into the hole to begin the angle building process. The distance to make the curve from the kickoff point to where the wellbore becomes horizontal is just under a quarter of a mile. Once the curve is completed, drilling begins on the well's horizontal section, called the lateral. The pipe used to drill the well measures 30 feet in length and weighs approximately 495 pounds each. It takes over 350 pieces of pipe weighing nearly 87 tons to drill a 10,500-foot well. At various stages of drilling, the pipe is taken out of the hole for tool and bit changes and put back in. This process is called tripping pipe. When the targeted distance is reached, the drill pipe and bit are removed from the wellbore one last time. Production casing is now inserted into the full length of the wellbore. Cement is again pumped down the casing and out through the hole in the casing shoe, forcing the cement up between the casing and the wall of the hole, filling the open space known as the annulus. Casing the well is a very important process because it permanently secures the wellbore and it prevents hydrocarbons and other fluids from seeping out into the formation as they are brought to the surface. At this point, the drilling rig is no longer needed. A temporary wellhead is installed and the location is prepared for the service crew who will perf, frack, and prepare the well for production. The first of these steps is to perf or perforate the casing. A perforating gun is lowered by wire line into the casing to the targeted section of the horizontal leg. An electrical current is sent down the wire line to the perf gun and sets off a charge that shoots small holes through the casing and cement and out a short distance into the shale formation. The perf gun is then pulled out of the hole. Next, because the shale is tight or compressed, the well will have to be fracked. Known as hydraulic fracturing, this is a process where water, sand, and additives are pumped into the wellbore and down the casing under extremely high pressure. As the mixture is forced out through the perforations and into the surrounding rock, the pressure causes the shale to fracture. This creates a fairway connecting the reservoir to the well and allows the released gas to flow to the wellbore. Next, a temporary plug is placed at the heel or left side of the first stage frack. The plug closes off or isolates the perforated and fracked section of the wellbore so that the second stage section of the horizontal leg can be perforated and fracked. Tight reservoirs do not contain natural fractures and therefore cannot be produced economically without hydraulic fracturing. The permeability is increased by providing pathways through which gas can flow more easily. With advancements in technology, multi-stage fracking has become the standard for tight gas reservoirs. This process of perfing and fracking can be repeated several times to cover the entire horizontal distance of the wellbore. Once fracking is completed, the plug are drilled out, allowing the gas to flow up the wellbore.
بيروح حق واحد ثاني في طرف ال Directional drilling. Drilling makes construction projects like this one possible. إذا احنا شفنا هذه ويشرح عمليتين. العملية الأولى horizontal drilling, drill ثقب عمودي وبعدين يكون يلفه 500 قدم قبل لا يوصل يلفه ويستمر بعدين أفقي, وهذه يستمر على فكرة عدة كيلومترات. يعني هو اوريدي نازل له 3 كيلومتر يمكن من فوق لتحت, وعقب يروح يمين او يسار او اي جهه او عده جهات ويستمر 5 كيلومترات. المنطقه قلنا صخور ما في نفاذيه, فشلون يسوي النفاذيه؟ يسوي نوع من التفجير, فتنفتح فتحات صغيره, من الفتحات الصغيره عقب ياخذ عنده بمبات ضخ بضغط عالي جدا, خليط من الماي, اساسا ماي هو ماي شويه رمل كوارتز يعني وشويه كيماويات, تدخل بقوه بالضغط يبتدي شق صغير لحده التفجير, يبتدي يتشعب يصير صفوف كثيره ويوصل كل المناطق اللي موجوده فيها بترول المحصوره, اصبحت المناطق متصله بامكان انه ياخذ فيها ياخذ خلص منطقه يروح الى فيزيد كذا والى اخره. فهالعمليه, فهذه العمليه اللي نتحدث عنها. اذا الحفر العمودي تكلمنا عنه الان, الحفر الافقي هذه قلنا حفر عمودي وهذا حفر افقي اللي شفناه قبل شويه. 84% الان في الدول النفطيه العاديه ما يحتاجون حفر افقي كثير اذا كان انتاج النفط غزير في الحقل. الان موجود في البحرين, موجود في الخليج, لكن في امريكا اصبح الحفر الافقي هو الجزء الغالب في عمليات الحفر. 84% من كل الحفر مثل اللي شفتوها هذه. اذا هذا تطور من نسميه الحفر الافقي باستخدام تكنولوجيا الفراكينج اللي هو التفتيت الصخري المائي. انا مسوي دائره في امريكا الان 952 حفاره تشتغل. الحفاره على فكره خلال 14 يوم تقدر تخلص وتشيل, عقب طاقم ثاني يدخل في هالموضوع. من 952 في 804 حفارات فقط تحفر افقي, هاي تخصص الان. طيب ثورة تكنولوجيا التكسير المائي الصخري شفناها الآن. هذه كان الفيديو حق الاثنين وما كان حق واحد فيهم. مثل ما شفنا حفر ويلف عقب يسوي ثقوب بتفجير, وبعدين من الثقوب يمرر ماي مضغوط ضغط عالي بكذا بحيث انه يفتح تشققات كثيرة في الصخر. الرمل ذي يساعد انه لما يفتح تشققات ما يرجع مرة ثانية يصك, فادخال الرمل وادخال الكيماويات يساعد انه بعض الامور ما تصير, بحيث اعتقد له علاقه بانه يصير سوليد يصير صلب مره ثانيه, فالاثنين مع بعض يمنعون ان الصخر يرجع الى حالته السابقه. هذه هو نتائج الثوره الان. هذه هو على الصعيد التقني, شنو نتائجها على الصعيد الواقعي؟ ارتفع الانتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري كان تقريبا صفر سنة 2008. يعني 2008 بدأت تقريبا الثورة قلنا تراكمية تجاربية, بس بعد 2008 بدأت التجارب هاي تتحول إلى عملية انتاج فعلية. الآن إذا تشوفون تايت كرود هو إحنا النفط الصخري في 2015 4.5 مليون انتاج, بينما الكونفنشنال كرود النفط العادي مثل اللي ننتجه في الخليج 3.3 من 10. يعني اوريدي الانتاج النفط الصخري طاف انتاج. لاحظوا في 2018 متوقع من 4.5 يزيد 5.5, معنى الاسعار انهارت خلال السنتين اللي راحت. رغم ذلك بنشوف بعد شوي ايش صاير, بيصير من 4.5 الى 5.4 من 10, بينما الانتاج العادي مال النفط من 3.3 من 10 2.7 من 10 بينزل خلال 3 سنوات. اذا في واحد ينزل لكن هذاك يرتفع بسرعه اعلى منه. هذا ايجل فورد, واحد من حقول النفط الاساسيه يعني كبار في هذا الموضوع. تشوفون في 2008 انتاج صفر تقريبا من النفط, وصل الى حوالي 1.5 مليون برميل. هذا اساسا نفط صخري, ينتجون غاز بس هذا اساسا نفط. هذه مارسيليوس موجود في الشمال الشرقي بنسلفانيا نيويورك المناطق هذه. شوف الغفزه من صفر الى حوالي 20
20,000 يعني 20 تريليون قدم مكعب كل يوم. هذه بروحها حقل واحد ما كان موجود في 2008 الآن ينتج حوالي أعتقد 20-25% من إنتاج الأمريكي من الغاز. الآن 60% من النفط والغاز في أمريكا أصبحوا من إنتاج النفط والغاز الصخري. إنتاج النفط بالولايات المتحدة انحدار الإنتاج الأمريكي قلنا وصل قمته حوالي سنة 70 نتيجة لقدم الحقول النفطية، وبعد ذلك بدأ يرتفع. لما ارتفعت الأسعار مرة ثانية بدأوا يستثمرون في الحقول القديمة نسميهم ستريب ويلز اللي هو حقول تنتج هامشية تنتج شيء بسيط لكن لما ارتفع السعر يشغلونهم موجودين. بس الآن اللي صاير في أمريكا هو هذه الثورة هي اللي أحدثت الزيادة، وصلنا إلى 9 مليون و6 من عشرة في سنة 70 ونزل بعدين إلى حوالي 5 مليون وارتفعنا الآن حوالي 9-9.5 مليون الآن. الآن أصبح الإنتاج الولايات المتحدة من النفط تقريبا يساوي إنتاج السعودية. لاحظوا من بين سنة 2008 كان 5 ينتجون الآن ينتجون 9-10، إنتاج السعودية في حدود 10 مليون وإنتاج روسيا تقريبا أيضا 10 مليون. إذن هذين 3 دول يتربعون على أكبر دول منتجة في العالم. هذا طبعا بيوفر شيء يسمونه أمن الطاقة في أمريكا. أحد أسباب اهتمام أمريكا بالمنطقة هو قضية أمن الطاقة. المنطقة منطقة الخليج العربي تورد للعالم جزء كبير من الطاقة. الأوبك بشكل عام يوردون 32 مليون، لكن أغلبية إنتاج الأوبك موجود في حوض الخليج العربي. فقالوا أنه ممكن أنه يصير اكتفاء أو نقترب. الآن هو الواضح أنه ما بيصير اكتفاء من النفط في أمريكا، بس بيقتربون من الاكتفاء من النفط. بس بيصير في أمريكا يسمونه اكتفاء من الطاقة. أمريكا إنتاجها من الغاز قاعد يرتفع لدرجة أنه تستطيع تصدر الغاز للعالم. إذن ممكن أنه يصير اكتفاء من الطاقة، لكن من النفط بيكون عندهم نقص، لكن نقص محدود نسبيا. وهذا يؤدي إلى تفكير في شنو أهمية الخليج على المدى الاستراتيجي البعيد إذا أمريكا وصلت. لكن في أمور أخرى لازم نشوفها، هل ظاهرة النفط الصخري طويلة المدى، قصيرة المدى، متوسطة المدى؟ هذا مواضيع مهمة. أمن الطاقة، أمريكا بتحول من مستورد للغاز. قلنا في الغاز أمريكا بتصير مصدر بعد عدة سنوات، في العشرينات بتكون مصدر نت إكسبورتر، يعني تستورد شوية هي لكن بتصدر أكثر من ما تستورد. عدد الحفارات في أمريكا يعكس النشاط. الحفار اليوم فعاليتها أكثر من الحفارات قبل عدة سنوات، وأكثر بكثير من الحفارات قبل 20-30 سنة. بس إحنا بنعرف شلون النشاط، اللي يتابع النفط يبي يعرف إيش كثر النشاط في أمريكا، إيش كثر الاستثمارات قاعدة تروح تشوف عدد الحفارات. في شركة بيكر هيوز طلع تقرير أسبوعي عن عدد الحفارات الشغالة في الولايات المتحدة بحيث أنها تعرف إيش كثر النشاط اللي صار فيه. وهذه الحفارات هي اللي أدت إلى ارتفاع النفط بعد انخفاض الأسعار في نهاية 2014. بعد فترة من 2015 بدأت الحفارات تنزل، نزلت من حوالي قريب من 2000 حفارة، 1600 حفارة عفوا 1500 حفارة إلى حوالي 300 وشوي حفارة، نزلت حوالي 80%. وهذه يبين لك في فترة من فترات في 2015-2016 كان شوك، كان صدمة حق قطاع النفط الأمريكي، انحسرت الاستثمارات. لكن بعد ذلك بدأت ترتفع الحفارات، بنشوفها بعد شوية. انهيار أسعار النفط أدى، هذا هو الكيرف مال الرسم البياني مال الحفارات. الحفارات وصلت إلى حد أقصى في نهاية 2014 بداية 2015، وبدت مع انهيار الأسعار صار الناس ما يستثمرون لبعض الوقت، وبدت تعود مرة ثانية في مع نهاية 2016. النشاط كبير بعمليات الحفر، يعني أعطيكم مثل في أغسطس، النشاط هذا الجديد في أغسطس القادم بناء على الآبار اللي قاعد تنتهي من الانتهاء منها الآن، يتوقعون زيادة الإنتاج 113,000 برميل، هذا في شهر واحد بسبب نشاط الحفارات. 113,000 برميل زيادة، يعني اللي بيزيد ناقصاً اللي بينقص بيصير 113,000. هذا إنتاج حقل البحرين حوالي يعني 3 مرات.
حقل البحرين الصغير 3 مرات، وإنتاج حقل أبو إسعافة خلينا نقول أكثر من ثلث إنتاج حقل أبو إسعافة، فقط في شهر واحد يضيفونه إلى الإنتاج. السنة أضافوا 500,000، معنى ما ارتفعت الأسعار كثير، فقط استقرت، ارتفعت شوي استقرت، بدأت الحفارات تشتغل من جديد، أضافوا 500,000 برميل بعد ما انخفضوا حوالي 1,000,000 برميل سنة ونص كانت في عملية انخفاض. انخفاض كبير ومستمر في كلفة الحفر الآبار. شو يصير في هذا الموضوع؟ لما نزلت الأسعار نزلت إلى حوالي العشرينات، كشت الاستثمارات في الثلاثينات ما كان، بس بدأ يستقر السعر فوق 40، بدأت مرة ثانية الاستثمارات. ربح الشركات يعتمد على سعر النفط ناقصاً الكلفة، فإذا سعر النفط انخفض لازم تخفض الكلفة مالتك بحيث أنه يصير في جدوى. في صار عملية خفض الكلفة، بعض يقول خلال السنة الماضية $13 كلفة البرميل في أمريكا تم خفضه. وكالة الطاقة شو اسمه معلومات الطاقة الأمريكية تقول تقدم التكنولوجي تحسن كفاءة خفض بين 25 و30% بين 2012 و2015، في تخفيضات إضافية صارت في 2016 و2017، وتوقعوا استمرار انخفاض كلفة إنتاج البرميل أو معادله من الغاز بين 7 إلى 22% في الأعوام من 2016 و2018. تقرير بريتش بتروليوم بي بي في يونيو 2017 يقول إنتاجية البئر الواحد تزيد بمعدل 40% سنوياً عن إنتاج بئر واحد هذا العام، يساوي إنتاج 3 آبار في 2014. يعني الحين ينتجون البئر من نفس الحفارة من نفس الشيء، البئر الآن ينتج 3 مرات ما كان ينتجه قبل بس 3 سنوات، وهذا هو التقدم اللي تراهن عليه الاستثمارات اللي موجودة في سوق وول ستريت. ليش يحطون؟ لأن قاعد يشوفون تقدم في خسائر صحيح، بس يقول لك في تقدم، في خفض، في انخفاض مستمر في الكلفة، انخفاض مستمر في كلفة الحفر. هذه ما بنمر على التفاصيل دي. إنتاج النفط الصخري انهار، يعني أو خلينا نقول انخفض بعد انخفاض أسعار النفط. المطورين على عملوا على خفض كلفة الإنتاج، وارتفع مجدد الإنتاج في 2017 و2018. نتائج الثورة التكنولوجية النفطية على أسعار النفط، إذا شفناها على أمريكا شنو نتيجة، الآن شنو نتيجتها علينا في المنطقة، وهذه نلمسها طبعاً شفناها في ميزانية الدولة، فأنا ما بدخل في ميزانية البحرين بس بناخذ في الصورة الشاملة. زاد طبعاً نتيجة للإنتاج الزيادة، أمريكا تنتج 5,000,000 برميل، طيب هاي 5,000,000 برميل انقطت في سوق النفط، إذا ما في أحد ثاني يخفض الإنتاج، 5,000,000 برميل اللي انقطت في سوق النفط في عدة سنوات أمام تبادل الاقتصاد العالمي بعد 2008 أدى إلى تخمة، يعني قاعد ترتفع الإنتاج أسرع من ما يرتفع الطلب على، وبالتالي صار عندك عرض أكثر من طلب، وإذا يصير عندك عرض أكثر من طلب مثل أي بضاعة يبتدي تنزل سعرها. هذا اللي حدث. فقد النفط ثلثي سعره قبل أن يستقر عند $50 برميل 45-50. هذه التخمة النفطية اللي حدثت بين 2015 و2016، 1,800,000 برميل، يعني 2,000,000 برميل كل يوم 1,000,000 برميل، اضربها في 365 يوم، تحكي عن 700,000,000 برميل سنويا يضاف الى المخزون. فوصلوا في المخزون الى التخمة، قالوا الحين نقدر احنا نتحكم في السعر، فاصبح سوق مشتري وليس سوق بياعين. حتى الان في 2016 كان في ايضا تخمة نفطية. إذن هذا أدى إلى انهيار الأسعار، مثل ما شفنا التخمة زيادة العرض على الطلب إلى انهيار الأسعار. شنو نتائجه المالية على الـ فيما يتعلق بصادرات، وهذه عايشة لي إياها ما أدري شلون ليش. إيه 900 نيشون ما يطلعني. كانت صادرات النفط سنويا تقريبا تريليون، هذه أول خط صادرات النفط لدول الأوبك، تريليون، ألف مليون دولار، نزلت إلى حوالي 400 وشوي 500 مليون، هذه في 2016 403. طيب النتيجة الدول هذه مصاريفها صارت أكبر من دخلها، بدأت تحرق في احتياطياتها، احتياطيات العملة الصعبة اللي عندها الدول، كانت هذه الفاليو اللي مو موجود
هني موجود عندي أنا 1.5 تريليون. هذه أرقام أخذها أنا من موقع الأوبك. كان عندها مجموعها 1.5 تريليون أصبحت 1.1 تريليون، يعني في خلال السنتين 400 مليار دولار احترقت. مصاريفهم كانت أكثر من دخلهم بسبب انخفاض أسعار النفط. إذن هذا هو التأثير. هذه يبين من مصدر آخر اللي صار الانخفاض. هذا عطى رقم أكبر ونزله عقب. أيضا صار انخفاض في الجي دي بي، النمو في دول أوبك 2.9 صار 2.3. إذا تشوفون سنة 2016 صار 1.4. أيضا انخفاض في معدل الحركة الاقتصاد اللي هو نمو الناتج المحلي في هذه الدول. على فكرة إذا اللي يلاحظ دول غير الأوبك حتى في 2014 نموها أحسن من الأوبك. يعني هذه ظاهرة عجيبة في دول النفط، إن دول النفط ممكن يكون نموها أقل من نمو دول أخرى مثل الهند الصين إلى آخره، دول غير منتجة إلى النفط. والرقم الأخير هو مال الريزيرفز اللي تكلمنا عنه قبل شوي، 1500 مليار صارت 1000 مليار، 1100 مليار تقريبا. أوبك طبعا وصلت إلى اتفاق لنهاية العام الماضي على خفض الإنتاج، خفضوا 1.8 مليون برميل. أوبك قالت إحنا بنأخذ 1.2 مليون، والدول الأخرى روسيا والمكسيكي غيرها بيأخذون 600 ألف. شبه التزام، كان شبه كامل. وإن كان اليوم في خبر أن الإكوادور طلعت من الاتفاق، بس إكوادور منتج صغير جدا. هذا أدى إلى استقرار، ارتفاع شوي في أسعار النفط وإلى استقراره. لكن هذا يسمونه انتصار مكلف، لأنه الارتفاع رفع الأسعار معناها لما ارتفعت الأسعار من الثلاثينات إلى الأربعينات 50 دولار، بدأوا جماعة النفط الصخري قالوا تعالوا خلينا نحط مرة ثانية فلوس، الآن كلفتنا أقل، بننتج ارتفع، قاعد ترتفع الأسعار، بننتج مرة ثانية. فهي نسميه احنا الانتصار المكلف اللي هو بايرك فيكتوري، يعني أنت تي تنتصر لكن تفقد شيء في النهاية. أوبك لما انتصرت في تحديد التخمة رفعت الأسعار، شجعت نفسهم ذلين، هذين احنا نسميهم مارجنال بروديوسر، منتج هامشي يشوف هامش الربح ماله، من يشوف هامش بسيط للربح روح يدخل ينتج الإنتاج. وهذين هما الجماعة انتهزوا الفرصة ودخلوا، وتشوفون الحفارات قاعد يزيد، الإنتاج قاعد يزيد مرة ثانية. فمعرض الاتفاق هذا الانهيار إذا أوبك ما تروح مرة ثانية وتنزل أيضا من جديد. معش دقيقتين ثلاثة خلص. في تقديرات كل سنة بيكون مليون، كل سنة في مليون برميل إضافية الآن بالأسعار الحالية تقريبا 50 دولار، 50 وشوية على إنتاج هذه. هل مخاطر الظاهرة هذه قصيرة المدى؟ في الثمانينات اللي كبار فيكم في السن، شباب ما يتذكرون، الكبار يتذكرون، صار عندنا أزمة اقتصادية في المنطقة كلها. ارتفعت الأسعار في السبعينات إلى بداية الثمانينات، وبعدين صار انهيار في أسعار النفط، فقد جزء كبير من قيمته النفط، وما ارتفع، استمر فترة طويلة. فمشكل نزول بالضرورة أنه هو مثل في 2008 نزل النفط نزول حاد من فوق 100 دولار إلى في الثلاثينات بسبب الأزمة الاقتصادية. لما تعافى الاقتصاد بدأ يتعافى في النصف الثاني من 2009 بدأ يرتفع، رجع إلى وضعه شبه الطبيعي في 2010. هذا هبوط حاد لسبب طارئ وارتفاع حاد لانتفاء هذا السبب. السؤال، النفط الصخري سبب طارئ ولا لا؟ لا، هو مو سبب طارئ. احنا شاهدنا في الثمانينات حالة شبيهة، هبوط، واستمر الهبوط لفترة طويلة حوالي ربع قرن، 20-25 سنة. ليش؟ لأنه التخمة النفطية ما كانت مؤقتة، التخمة النفطية كانت جاية من منتجين قاعد يزيد إنتاجهم، كان إنتاج بحر الشمال ذيك الساعة، بريطانيا والنرويج كانت تنتج بسرعة، كان اكتشف النفط في السبعينات، في نهاية السبعينات بدوا ينتجون كميات كبيرة، في الثمانينات بدأ الأثر هذا الموضوع واستمر، وبعدين يوم منتجين ثانيين في التسعينات، البرازيل كانت تنتج 300 ألف برميل، الحين تنتج 3 مليون برميل، الأنغولا كانت تنتج من 1000 برميل، تنتج 1.6 مليون، 1.7 مليون برميل الآن، هذين كلهم منتجين ياو في
في الثمانينات في التسعينات فاستمرت الأزمة فترة طويلة. هذه الأزمة مرشحة أن تتم عدة سنوات، 10 سنوات، 5 سنوات، يعني بضع سنوات. بنشوف بعد شوية السوق المستقبلي شلون نشوفها. السعودية كانت المنتج المرن في السوق، الآن المنتج المرن صار فعليا هو شو اسمه ذلين منتجين النفط الصخري. في الثمانينات انخفض إنتاج الخليجي مثل ما تشوفون بسرعة بسبب الأزمة، وأخذ له فترة طويلة حوالي 20 سنة لحد ما رجع إلى إنتاج اللي كان موجود في بداية الثمانينات. توقعات متوسطة الأجل، الآن متوسط الأجل في طلب على الطاقة نمو سنوي محدود 1%. النفط الصخري الأمريكي هو المنتج المرن، كفاءة الإنتاجية للمنتجين هذين قاعد تزيد، فكلفتهم قاعد تقل. المستثمرين الأمريكيين متحمسين، يعتبرون هذه تكنولوجي بلاي، يعني كأن مستثمر في قطاع التكنولوجي مستعد ينتظر سنوات طويلة عشان إنه يشوف الأرباح. يعني ما يعتبرها فقط صناعة نفطية عادية مثل إكسون بي بي شيل، لا، يعتبرها شيء مختلف منهم. السعودية وأوبك أدركت أن في تغيرات هيكلية في السوق، لذلك اكتفت بمحاولة فقط توازن، ما حاولت ترفع السعر رفعة كبيرة. الوضع الحالي شبيه بالثمانينات، معناها بيستمر سنوات، يمكن مو 20 سنة بس بضع سنوات. تسارع وتيرة الحفر الانتاج، هذه قلنا احنا المتفائلين غلبوا المتشائمين. على فكرة في خسائر كبيرة في قطاع النفط الأمريكي في هذه الشركات، يعني في 100 شركة فلست خلال السنتين الماضيتين، في 70 مليار دولار ديون معدومة، ورغم ذلك في فلوس قاعد تدخل، لأن مثل ما صار في قطاع التكنولوجيا شركات تخسر وفلوس كانت تجي، نفس الطريقة قاعد يصير التفاؤل هنا أكبر. التفاؤل بسبب استمرار كفاءة الإنتاج، ارتفاع الإنتاج في الحقل، واستمرار كلفة انخفاض كلفة البرميل. هذه المستثمر طويل المدى يقول أنا مستعد أن أنا أنتظر. شنو السوق يشوف اليوم؟ اللي يبي يروح يشتري أو يبيع نفط في السوق يقدر يروح سوق النفط، سوق النفط الآجلة فيوتشرز نسميه، سوق النفط المستقبلية. السنة مثلا في سبتمبر برنت، خام برنت، خام الخليجي تقريبا ينباع قريب من خام برنت الحين، كان أرخص لكن الحين تقريبا متساويين، دولار نص دولار أقل يمكن. في سبتمبر 2017 يعني بعد شهرين البيع اللي موجودة الآن لو تدخل بيروح، هذه أمس أنا سويته 48.49 دولار، لو تبي تشتري حق ديسمبر 49.5 دولار، لو تبي تشتري ديسمبر 2018 تقدر تشتري أو تبيع نفط في 2018 51.5، في 2019 ديسمبر تقريبا 53، وفي 2020 54.5. بس هذه حد السوق يقول إن أنا ما أتوقع خلال 3-4 سنوات الماضية إن نوصل حتى 55 دولار، وحكومتنا مسوي ميزانية حق السنة هذه الأولية، مو السنة الأخيرة، حق السنة الأولية 55 دولار. التوقعات طويلة الأجل في سوق النفط، إذا النفط الصخري منافس قوي في المدى القصير والمتوسط، يعني عدة سنوات، لكن حقوله محدودة نسبيا وسريعة النضوب، يعني كل الحقول النفطية تنزل إنتاجها عقب السنة الأولى، حقل النفطي الصخري ينزل هلون رويسي، ينزل بسرعة، فلازم بسرعة أنت تعيد الاستثمار في هذا الحقل. تباطؤ نمو الطلب على النفط مع تزايد كفاءة استخدامه والتحول لمصادر الطاقة، الآن قاعد تنمو بسرعة، الخلايا الضوئية، ينمو الرياح، التوربين. الطلب على النفط لن يتجاوز 103، قبل عدة سنوات كانوا يقولون طلب على النفط في 2040 بيوصل 120-130 مليون، الحين ما حد يقول، ما حد يطوف 100-105 مليون برميل. تقنيات جديدة مع السيارات في نص بعد 20 سنة، أغلبية الناس عندهم سيارات كهربائية مو سيارات عادية، تغير في خليط الطاقة لصالح الطاقة النظيفة. لكن شنو في المقابل؟ هذه في المقابل أوبك عندها احتياطيات غنية، هي للحين أكبر مصدر للاحتياطيات، إذا عندها قدرة في كمية النفط وعندها قدرة في كلفة النفط. هذه كلفة النفط في الأوبك تحت، وكلفة المنتجين اللي فوق كلهم أغلى من أوبك، بس دلين حتى بربح بسيط يقدرون يشتغلون. إذا أوبك للحين عندها قدرة تنافسية، بس ما عندها سيطرة على سوق النفط على المدى القصير والمتوسط. هل بيسعر الطلب على أوبك؟ إيه، كل الاحتمالات تقول بأن أوبك مع الوقت بيزيد الطلب عليها. اليوم أوبك حوالي 35% من الطلب العالمي من أوبك، في سنة 2040 بيكون 50%، لأن كل الآخرين ينضب النفط مالهم. إذا على المدى البعيد
الصورة قد لا تبدو يعني تبدو جيدة ما لم تطلع تكنولوجيات جديدة طفرات كبيرة في هذه. أمريكا ستظل دولة مستوردة للنفط بكميات قليلة وللغاز دولة مصدرة، وعفواً على الإطالة وشكراً.